نعيش معكم مرة ثانية وبرنامج مستر ماسلز تمارين الريول المهمة مع الكابتن محمد الصفار اللي أيضا لا زال يفاجئنا بالتمارين الحلوة اللي قاعد يسويها ويقدمها من خلال حلقات الماضية أو الحلقات الماضية لهذا البرنامج. اليوم نكمل مشوار ومحمد الصفار وعضلة الريول وبرنامج مستر ماسلز، تابعونا. متواصلين معاكم وبرنامج مستر ماسلز، مثل ما قلت لكم راح نكمل مشوارنا مع الكابتن محمد الصفار واكيد مدرب حراس المرمى، ولكن اللاعب اليوم معنا طلال دشتي. كابتن محمد قال لنا من شوي الحلقه الماضيه، طبعا من شوي تصويرنا، لكن الحلقه الماضيه قال لنا انه راح يلعب اليوم تمرين سوبر والعضله الضامه، هو بس قال الضامه انا تفزت، طلال طاح على جنب من الخوف، العضله تخرع وايد، هذه ايش موضوعها معنا؟ ترى الحين خايف. لا بالعكس، هي العضله وايد مهمه، حتى حتى بدايه الحركات اليوميه، مثلا صاعد دري نازل، اي حركات العضلات الصغيره بعد المرات لما نهملها تتعرض لاصابه بسرعه. اصابات يعني نقدر نقول الضامه مو اي اصابه، شايله شويه يعني تقعدك بالبيت. كنت طلال هو اكيد كابتن او مدرب حراس المرمى ويلعب حارس مرمى، فيعرف الاصابه هذه بالملاعب بالذات بكره القدم ايش قاعد يصير مع اللاعبين. الله يعينهم. اللاعب قاعده لمده ثلاث شهور. اذا لازم نلعب عدل اليوم ونعيش التمرين السوبر. كابتن طلال تفضل، الله يبارك. كابتن محمد الموضوع عندك وانت اشرح الموضوع، وانا متفرج ان انا العضله هذه ايضا خاف منها وايد وشويه بعد. لا ان شاء الله نأديها بصوره صحيحه ان شاء الله يا رب الكل يستفيد. يلا بسم الله بالطريقه هذه بالجهاز تقريبا يكون الوزن مناسب اول شيء، ايه اساس لا تتعرض حق اصابه من اول جوله، لان انت قلت العضله صغيره مو قويه وعليها مال. بالضبط. طبعا مركبات الباور المخلوطه تكون تحتوي على اكثر من عنصر، الكرياتين، الارجينين، الكافيين والسينفرين. هذه المركبات يعني هي اللي تعطيك قوه تحمل خلال التمرين وترفع مستوى الطاقه خلال الجسم، بنفس الوقت تنبه الجهاز العصبي فتسوي تركيز اكثر وتحسن من اللي يسمونه المسل كونكشن اللي هو التواصل بين العضله والدماغ، فتعطيك طاقه وقوه تحمل. والشروط عليها كالمعتاد، الاشخاص اللي تحت 18 سنه ما يستخدمونها، الاشخاص اللي يعانون مشاكل في ضغط الدم، مشاكل قلبيه، مشاكل في الكبد والكلى. كذلك الامر يفضل ان خلال استخدام مركبات الطاقه ما تدخل اي مركب يحتوي على الكافيين مثل القهوه او الشاي الاخضر او ريد بول. والاهم من هذا كله، الاشخاص اللي تحت 18 سنه يفضل ما يستخدمونه ولا يقربون عليه ابدا. شلون التكنيك؟ التكنيك بوجهة نظري الخاصة أنا عندي، حتى لو بعد فترة إنك تصعد بالأوزان بالجولات، إيه؟ حتى لو تبي تسكر الوزن بريلك بإيدك مع ريولك، إيه؟ مو مشكلة إنك تساعد بيدي عادي، تساعد نفسك، بس بوقت إنك تبي تفتح لا، تعتمد على العضلة بنفسها إنها تبطل الوزن. المقاومة للوزن تكون على العضلة هي الأساس. بالضبط. مو إحنا متعودين الدفع أو السحب هو الأساس، هني مقاومة. يعتمد على العكس. يعتمد على نوع العضلات. ما عندي شباب ثاني. لا ما عندي شباب تشريح العضلات على التمرين هذا بالذات، المقاومة هي أساس الموضوع. بالضبط. أساس قوة التمرين. وغالبا السوبر راح يكون مثلا كم طق هني وكم طق هني. راح نلعب احنا مثل ما قلنا 12 ماكسيمم، أقل شيء 8 طقات. هذا الجولة واحدة، لكن الحين سوبر فهني 1 2 ف 12 12 12 ب 12. الله يعينك، أنا قلت لك خف عليك اليوم لأن التمرين هذا وايد حلو. التكنيك هذا عطني اياه وهو قاعد يلعب. التكنيك راح يكون ظهر اللاعب لازم يكون مقفول. بالضبط. هاي مثل حركات كاراتيه قبل. شلون؟ بس يكون شوي اسرع، الحركه تكون اسرع شوي من كذي. هناك ركزنا، هني تكون حركه شبه طبيعيه. اي اي. بالضبط. كبر شين. بعد ما خلينا نجرب. لا يعني صدق ضعيف عندي وايد. ايه. لا قاعد احس بالم وانا قاعد انزل. الله يعطيك العافية طلال. الوضع الخامس عندنا اللي هو سحب البيطان الخلفي، نفس الوضع سحب البيطان الأمامي لكن اللاعب يعرض ظهره. سحب البيطان الأمامي قاعد يشوفون عضلة البيطان من الأمام، سحب البيطان الخلفي يشوفون عضلة الظهر. الرجلين يكونون ثابتين على خط واحد مستوي، وأعرض فيه عضلة البيطان، يعني كل اللي هو يعني من اسم الوضع سحب بيطان خلفي باك لات سبريد، اللي أنا أبي الحكم يبي يشوف عضلات الظهر
كاملة. اهتزاز لازم ما تهتز، تكون ثابت بالوضع، ما تتعصر وايد، وتكون مثل ما قلنا ما تكون لقدام وايد، ما تكون لورا وايد، ما تكون مبطل مثلا رجل يمين او يسار مؤخرة عن الثانية، لا رجلين على خط واحد وتكون بالشكل هذا، وشاد عضلات رجلك الخلفية حتى وانت واقف تكون باستقامة رجلينك، لكن ضاغط على عضلات الفخذ الخلفية شاد على اساس يبين جسمك كله. الراس ما يكون ورا، يعني ما يكون رجع راسك ورا، ما يكون بالشكل هذا، وما يكون الراس نازل وايد، لازم الراس يكون بالنص ومن غير التفات لا يمين لا يسار، على أساس يطلع أن يكون الراس بنص الجسم، وانت بالشكل هذا قاعد تكون بأجمل مظهر، لأن الراس إذا تغير اتجاه يمين يسار، يعني حتى بعض الحكام يقول لك أنه out of symmetry، يعني خارج الشكل المطلوب. التمرين من شوي سوى طلال في بعض الأمور يمكن تصير سلبية على اللاعب، هل ممكن تصير إصابات إذا ما انتبه في التمرين؟ مثلا الحركات الغلط اللي شفتها البعض يسويها للتمرين هذا شنو بالضبط؟ النزلة غلط، الوقفة الغلط. دائما إذا تبحرك العضلة القدمين فتحتهم على قولتهم فتحتك حق القدم نفسه كذي، اي راح تحرك عضلات ترى غير. فالتكنيك بالتمرين يكون وايد مهم. اي فشلون التكنيك بالضبط؟ شلون الصح من الغلط؟ الفتحة أول شيء على مستوى الكتف ولا شوي عرض؟ شوية هذا كتفك شوية. تفتح شوية زيادة. إيه حلو، أفتح شوية سبعة بالضبط. حلو، وأنت قبل ما تتمرن قبل ما تحط وزنك لازم أنزل قوة تمنها بالنزلة ولا الصعدة؟ لا دائما بالنزلة. صعدة صعدة عن النزلة متعبة وايد. إيه لما تقاوم تفرق معي. دائما احنا عندنا بعض التمارين يقول لك انزل على راحتك مو مشكله، ايه؟ بس لو انت تصعد ركز شويه على العضله عشان يصير فيها مقاومه ويكون بالضبط. فيها افكت على العضله انها تكبر وتتقوى بالضبط. حلو، الجوله الثانيه ومع الجوله وصلنا حق ختام حلقه اليوم، خلصنا السوبر، تعلمنا امور كثيره عن النظام، واشوى ان الحلقه عدت على سلام. الحمد لله. الحمد لله، ان شاء الله راح نكون معاكم الحلقه الجايه، لكن ما راح نخلص، ما راح اختم الا ما يخلص طلال تمرين السوبر اليوم. الله يعطيك العافية طلال، شد حيلك. يلا 12 ب 12 ها؟ 12 ب 12. لا اليوم كابتن محمد اشكاره يعني حاط عينه على طلال انه يتعبه ويخليه يطلع من الحلقة مو قادر يوقف. يعطيك العافية. كم وصلنا؟ ستة. يلا. ثمانية. ما شاء الله عليك. عشرة. تو مور. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حتى الوزن مو شويه اللي حاطه ما شاء الله متمكن طلال، يعني في بعض اللاعبين قلت لك انا على حسب مستوى تدريجي ما يصير تشوف لاعب داش الوزن. اي احنا كذي خلصنا حلقتنا، الختام بيكون الحين مع طلال دشتي ويؤدي تمرين السوبر. في امان الله، شد الوحش.